تحسين مناخ الأعمال لخلق بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية هي أحد أهم الأهداف التي بني عليها قانون الاستثمار الجديد، والذي تضمن في طياته كذلك العديد من التسهيلات لصالح المستثمرين. عملت الجزائر على التعامل بجدية مع جميع التطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات الرامية للتخفيف من أثر هذه الأزمة المتعددة الأوجه. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر طبعا القانون الجديد المتعلق بالاستثمار والنصوص التطبيقية الثمانية التي تسمح بدخوله الفوري والتام حيز التطبيق، والذي أعد أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج السيد الرئيس السيد عبد المجيد تبون. المشاركون في الطبعة الثانية لمنتدى الجزائر للاستثمار ولا سيما المستثمرون منهم أكدوا على أهمية مرافقة الدولة لهم في عملية التصدير لبلوغ الأهداف المسطرة وتقليل الاعتماد على عائدات محروقات. تفتح للاستثمار الخارجي مع القطاعات الاستراتيجية هذه ديسبوزيسيون جديدة اللي راح تحفز أكيد الاستثمارات الخارجية. راح هو قانون أيضا راح يخلي المتعاملين الجزائريين يعاودوا يمشوا في عجلة النمو والاستثمار في الجزائر. ننتظر النتائج إن شاء الله خصوصا على المدى القصير، بعد 3 سنوات و5 راح تظهر هذا القانون الاستثمار، يظهر النتائج نتاعه. أولا تسهيلات تبائية وتسهيلات تكنولوجيات. Nous avions déjà un comité algéro-tchadien d'affaires, et donc pour nous c'est une opportunité et de voir quelles sont les différentes possibilités d'investissement ici en Algérie et qu'est-ce que nous pourrons attirer vers nous, n'est-ce pas, pour nos potentialités existantes au Tchad. هي تسهيلة وأخرى تم إدراجها في قانون الاستثمار الجديد لفتح أفق اقتصادية تنموية واعدة وجلب أكبر قدر ممكن من المستثمرين لا سيما في المجالات الخلاقة للثروة.